إذا مش ذاك راه مرحبا بكم مواصلين معاكم. إذا مش هذيك راه بعد ما نقلنا لكم قبل لحظات لحظة هذا الحادث السير المروعة اللي عرفتها أهم منطقة في عين سبع هنايا في هذا المدار هذا في هذا الأثناء وصول ديباناج باش يقدروا يهزوا هاد السيارة هذه ويحاولوا أنهم يتحكموا في الطريق. إذا مش هذيك راه مشيتو وصول ديباناج نقل السيارة اللي تقلبات وسط الطريق بطريقة غريبة وصعيبة. إن شاء الله السلامة العافية لصاحبة السيارة. إذن مشاهدينا الكرام كيف كتشوفوا معنا حادثة سير خطيرة هنا في منطقة عين السبع.